عندما تحدث بأن المقاومة ستمنع أي استغلال للنفط أو للغاز من قبل دولة الاحتلال أو إخراجه، لأن المقاومة ستمنعهم من ذلك. يعني هذا تهديد واضح جدا، والسيد يقول ويفعل. يعني والله صاروخ واحد على منصات الغاز الإسرائيلية وفي البحر المتوسط، والله لم تبقى شركة لاستخراج الغاز، ليس فقط عند الشاطئ اللبناني وإنما في البحر المتوسط كله، والله لا يهربوا مثل الفئران. هل رأس المال جبان؟ فالسيد حسن نصر الله يعني ما يقول، لكن المشكلة أن هناك في الشعب اللبناني من يعتقد أنه نزع المقاومة سلاح المقاومة أمر سهل جدا، بس يعني الأمم المتحدة تيجي بتقول لحسن نصر الله أو للسيد حسن نصر الله والمقاومة والله يتفضلوا جيبونا سلاحكم. أي سلاح؟ فيه 150 ألف صاروخ و150 ألف صاروخ دقيق، وهذه أصبحت بتشكل كابوس لدولة الاحتلال الإسرائيلي. كما قلت سابقا، أنا أتدخل في ترسيم الحدود البحرية. لبنان رسم بلوكات حيث تعتقدون أن هذه مياهكم، وعنده بلوكات عرضوها على التلزيم للتنقيب ولاستخراج النفط والغاز مقافل في الجنوب هنا. وأنا أؤكد لكم أن هناك شركات عالمية ستقبل. لا يقول أحد إسرائيل ستمنعنا. أقول للدولة اللبنانية وللشعب اللبناني وللبنانيين، لديكم مقاومة شجاعة وقوية ومقتدرة، وتستطيع أن تقول للعدو الذي يعمل في الليل وفي النهار على التنقيب وعلى استخراج النفط والغاز من المناطق المتنازع عليها، أن تقول للعدو: إذا منعتم لبنان نمنعكم. نعم، نحن قادرون على أن نمنعهم، نملك الشجاعة ونملك القوة ونملك القدرة، وأنا أضمن لكم ذلك. ولن تجرؤ شركة في العالم أن تأتي إلى كاريش أو إلى أي مكان في المنطقة المتنازع عليها إذا أصدر حزب الله تهديدا واضحا جديا في هذه المسألة.